يلا زحلق كذا واحد اثنين ثلاثة لا تروحي تلعبي كمان وين هلا ايش هنعمل شو هاي كمان كمان خليها معك مظلي حبيبتي هلا طيران الأسد ما نمهدي طيران بالسماء نحن بالأرض لحديت الآن القسم الكبير Our souls, our thoughts and hopes are always still in Syria. القسم الكبير هو رايح لسوريا. حديت الآن Only a small part of us is here in Germany. بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظن في الكرام الواحد بحاول يشتغل يفيد ويطالع الناس من جو بس دائما مخاطر بهاي الفترة هلا During the last attack on Idlib I contacted her 3 or 4 times a day to check on her. She had more than one offer to get out, but she doesn't want to leave. ISIS posts a lot of propaganda.
I try to save these videos immediately. They show the faces of these criminals who are committing these hideous crimes and who must be held accountable. We're a news network called Euphrates Post. One of my friends didn't want to abandon the city to these criminals. He takes photos and videos and tries to send them out. He took this video in secret, from inside a house, even though he knew he could be arrested and executed for it. They're everywhere. They watch for men who've shaved their beards, or people who might have cigarettes, and for women who are showing their eyes. ISIS rules by spreading fear. It's painful, but I feel a responsibility to do this work. In one execution video, I recognized a guy who lived in my street. When it was his turn to be killed, a teenager came and cut his throat. Thank you.
الشارع اللي بعيد عنك عن حريتك يمكن 20 متر من أي نافذة هاي. يعني أي شغلة صراحة أنت كسجين صار لك قاعد فترة طويلة أنا كارثة كارثة شيء ممكن تتعقد أنت. In prison, you can't show anyone your weakness. So perhaps he sees me as a special door or a place where he can hide his emotions when he's feeling down. When the revolution began, he was one of the journalists who tried to report on the true situation. الو ايه امجد تسمعني؟ سامعك ايه كيف؟ ايه امجد امجد هلا حاليا ما فين يعني بس هون شوف هلا انا مسكر هون جلال هي مشان الباب يعني حواليك ما بنحسن يعني ما في شيء حواليك انه وضعك مأمن يعني انه اذا حدا فات او اذا حدا مرق حتى في بعض الاشخاص اللي هن بالغرف ما فينا نظهر الموبايل قدامهم لانه بيكون لهم تواصل مع تحت مكتب التحقيق وكذا فبينا نسلوك انه شو بالنسبه للسجن انت ما عندك شيء غير انك تفكر كيف انك انت دائما بتنام وبتحلم احلام دائما يعني 90% من احلامك انه انت طلعت شبعت مع عبادك وصلت على البيت دائما يعني في الصبح بتلاقي حالك موجود بين الاربع حيطان هدول حديد فوقك وحديد تحتك بيجي مشاكل يعني والله ما بعرف شو بدي اقول لك ما بعرف ما فيك تقول لي شيء يا جد ما حدا احسن الا شيء
This is part of my life. I lived in these streets, and these people are my friends. Now some of them may be lying under the rubble. Yeah. Yeah. Here. Wenn war noch der Regime noch kontrolliert alle und wir können nichts alles machen. Deshalb wir benutzen das, wir malen die Wände mit der Flagge von Revolution. Ja. Ja, das in der Zeit am Ende von Revolution. Ja. Also das war so ganz am Anfang. Ja, ja, genau. Das war sehr wichtig und auch sehr gefährlich. Ja. Weil sehr gefährlich. Er wird getötet vom Regime. Working on this exhibition brings back the activist in me, who had a goal. مرحبا هلا اهلا وسهلا شلونك شو اخبارك والله مشتاقه لك كثير كيفك الحمد لله احكي معه يا مرحبا كيفك مريومة طمنيني عنك شو اخبارك شلون البنات شلون ما البنات شلون الشغل بالمركز الحمد لله كثير كويس انت مؤسسه هلا ليك من 20 يوم لما فتحت هاي الدوره الجديده بعت محبس ايدي بعته لحتى مواد للمركز يعني هذا الشيء كثير هلا عم بياثر علي بس يلا ان شاء الله كلها باذن الله تعالى ان شاء الله بالايام الجايه بيتعوض يا رب هيك حق لا حول ولا قوة إلا بالله يعني هلا منيح هلا يعني واحد أوقات بيقول منيح لسه عنده شوية يعني شوية شغلات مصمدة قدران يعني تسنده يعني إن شاء الله يا رب هاي الأمور اللي أنت عم تعمليها تلاقيها قدامك وإن شاء الله أنت يعني هاي كرتوني كلها صبغات حلو كتير خطر. أنا ولا غير محبب أنا نشرت عمر بنتي كان عمره 10 سنين نشرت صورتها على الفيسبوك عاملة تسريحة لشعرها ومتيجتها صاروا يدقوا لي أشخاص ويسألوني أنه أنت أنه أنا مطلوبي عندنا على الذبح قلت لهم مين معايا طلع واحد من داعش قال لي سعب قال لي لسه عم تعملي مراكز قلت له ايه عم بعمل مراكز وماني خايفه انا ماني خايفه قام قال لي اعملي وكتري جايينكم ياي الو
She's a part of me that I had to leave behind in Syria. We first met at university. We had the usual simple dreams that all students have, of graduating and leading a normal life. There are coffee shops with Wi-Fi, but ISIS could come and arrest people there at any moment. They take the phones and check them. But people still keep trying to reach their families. They risk their lives for it. شريك شلونك؟ طمني عنك كيف امورك؟ ان شاء الله بخير. انا اسف بس والله صار معي مشكله وصار لي يومين تحت المنفردات واحسن بحكي معك. صار المشكلة صار في واحد هنيك غير غرفة يعني كبش معه موبايل حققوا معه واعترف انه هو شاري الموبايل يعني مني عن طريقي فطلبوني مشان هيك حققوا معي ضليت يومين تحت التحقيق المنفردات انه الموبايل من عندي وانا منين جايب الموبايل وكذا وهي القصة هلا انا نكرت طبعا ضل يومين عم يتحقق معي وقتل وفلقات وكذا بس نكرت قلت له هذا الحكي كذب وهو ما بعرف من انشاري اصلا انه لا عندي موبايل ولا ببيع ولا بشتري اي والله صورت حالي فيديو قلت بدي خبرك انه شفت صار لي يومين ما احسنت يعني لا حاكيك افتح موبايل ولا شيء ايه تبهدلنا والله خليل الله هلا طلعت ف حتى الدالوب يعني ضربوا رجلي وتعرف انا عندي سكري ضربوني على رجلي شوف كيف صاروا كمان اشطيت اي والله I can't do anything for him. I know what he's going through. I've been there myself. You feel helpless. It's hard to be in such a place, not knowing for how long, not knowing why, without a trial. For the first few days, it felt unreal, like in a dream. I thought, I'm not really here.
شريك الغرفة لساتها مفتوحة في ضابط برا عم فوت يشوف الغرف عارف كيف هلا الوضع آمن بس ممكن بأي لحظة يعني بس إنه لينزل الضابط من هذا الطابق مخلص منه العرفة He was always so active and full of life. In Syria, we call it rosy. He didn't like trouble or fighting. He liked everything to be simple. Just as we started to build our futures, our country fell apart. أنا عم بحكي معك من سويسرا بحكي معك عشان كيف بدي طلع ماما من بعد إذنك بس فينك ترد علي صوت من بعد إذنك تكرمي تكرمي أنت بدك يا بصير أهلا وسهلا وين المشكلة إمي وأختي مع بنوت الصغيرة شقد بيكلف في عندي إذن نص ساعة بيمشوا بكلف الشخص 1000 بلان ومن المعبر بكلف 1800 دولار من باب الهواء وشو بدك أهلا وسلامي بياخدوا مني بس 1650 مني لأيدن والله وفي 50 وصل 1700 بتعرف أنت عم ناخد 100 دولار في الحلال الله يخليك يعني بدك تراعيني شوي يعني لأن الوضع كتير صعب بس أنا مضطرة كتير أطلعهم يعني أمي مرة كبيرة وكتير وضع صحي صعب يعني أنت شوف لي كيف طريق لازم فينا يعني نساعدك شوي بس المعبر الله وكيلك السعر محدود فيني أكرمك 50 دولار كمان من المعبر يعني 1750 معليش الله كريم الله كريم مثل ما فرقنا بجمانة The area was heavily bombed. It was targeted so many times. Death had become normal. We couldn't all escape. One of us had to leave and help the others out. Once I got here, I realized I couldn't get them out through the family reunification process.
شاهيناز حبابة بس اسمعيني، كيف من طالعنا بدنا نطلع غصب عننا إذا صارت المصاري بإيده؟ بس إذا بكرة شفنا طريق ما هو مناسب، يعني إذا طالعنا من على الحيط ولا مشي ولا غيره، يعني مشان ما نضطر غصب عننا بهذا، إذا حطينا المصاري نضطر غصب عننا، كيف كنتوا بدنا نتصرف؟ الأهم شيء إذا الله راد قدر تطلعوا لهون إن شاء الله، هي أهم شيء هلأ عندي أنا بالنسبة إلي أنت وماما. Aircraft from all over the world are bombing Deir ez-Zor because they say ISIS is there. But the victims are mainly civilians. Every day I see the bodies. And I see cities being razed to the ground. Is it possible that the bridge has been destroyed? Does Deir ez-Zor look like this now? This suspension bridge. You could say it was the essence of life in Deir ez-Zor. It was such a good place for jumping and swimming. We'd all jump into the water, not only from the bridge.
Summers are hot in Diyazor. And at night, the lights are very beautiful. The sound of the water, the smells. I went to cafes with her. We walked in the parks. Life was very beautiful. I was surrounded by friends, relatives, and loved ones. We were content. I was in high school. That was in 2011, in the early days of the revolution. I started chanting against the Assad regime. It was scary. I don't know how we got out of the classroom that day without getting caught. We were kind of crazy to do it. It's a simple dream, to live your life with the right to speak out, to not be punished for no reason, or arrested or bombed.